تعدد البحارة. لا إحنا عائلتنا عائلة بحر يعني أساساً إحنا بحر. فالحمد لله على كل حال، وأنا سعيد أولاً إنه سمعت صوتك وتعرفت عليك ضمن المجموعة دي. حبيبي يا دكتور. والشكر موصول للأستاذ مصطفى، وما ننسى كمان دعم الدكتور محمد سعد على يعني دعمه الظاهر والواضح لبنتنا الصغيرة دي بسملة، الله يحميها ووفقها. وأنا من أول من الناس المعجبين بها من بداياتها، من ما أول ما بدأت تغني في المدرسة. صحيح. حس عليها في أغنية وطنية كانت غنتها، وأنا من الناس اللي في يعني عندي في طبع حب الأطفال الصغار وحب أزيتهم، فكنت أتمنى إني أوصل لها وهي في ذاك السن عشان أبدأ أزيها وداعبها بسنها، لأنها كانت في ذاك السن كانت مرحة ونظرتها نظرة براءة الأطفال الحلوين، يعني يكونوا جاهزين للأزية على على قولتنا إحنا أهل جدة يعني كده. فما ربنا أراد، وجات كورونا كمان وأبعدتنا أكثر، وبعد كورونا حاولت التواصل وتعرفت على الأخ أحمد صبحي. أحمد صبحي هو المسؤول عن صفحة بسملة في الفيسبوك، وعرفني على أستاذ مصطفى. والأستاذ مصطفى جزا الله خير ورجل كريم ومحبوب، وأنا ما أسأله أفضل علي أنا كثير، يعني راجل أنا من قليلين في مصر إلا تعرفت عليهم والتزم بأخوته معي أنا. كلنا كذلك والله يا دكتور فعلا. يعني ثاني شيء، أنا اشتغلت في القاهرة، كان كنت ماسك إدارة المركز الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ما شاء الله تبارك. استمرت على الوظيفة دي وكنت ماسكها حتى من جدة، يعني كنت أدير العمل من جدة وأطلع على القاهرة أقعد 6 شهور 3 شهور وأرجع تاني. هذه في فترة أيام يعني قبل في عام 2006 2007 من الزمن هذا. بعدها يعني انتهى العمل تبعنا وبدأنا نتابع الفيسبوك، وتعرفنا على الوجه الصبوح هذه البنت الصغيرة. وبرضو يعني أنا يعني ما أنسى بقول يعني وأكرر وأعيد، ما أنسى فضل الأستاذ مصطفى اللي ساعدني وخلاني أحضر وأشوف بسملة يعني أمامي، بس كده كبيرة يعني ما أقدر ما حاجة أزيها. دحين لو أزيها يقولوا ده بيعكسها، مع أن هي تعتبر في مقام. أنا عندي واحدة من بناتي، أصغر بناتي في سنها بالضبط، بينها وبينها بين بسملة 18 يوم. هذا اللي وجدته يعني أصغر بناتي. يعني أنا بناتي دكاترة وأولادي دكاترة. الله يحفظهم ويحفظ لكم جميعاً يا رب. فلي الشرف إنه أنا يعني حتى البنت هذه أدعمها لو احتاجت في أي حاجة. هذا اللي أنا أبغى أنوه له يا دكتور، أعذرني أقاطعك، يعني أنا أو أنت والموجودين من المحبين البسملة أنه ندعمها ماديا ومعنويا وتواجدا، وأنها تكون هي الترند، لأنها الصوت الأنقى والأقرب لأنفسنا والصوت الأصيل اللي يمثل الطرب الأصيل. نعم نعم نعم، هذا هو هذا المطلوب منا. إحنا مو بس نسمع ونقول الله ونتركها في حالها. صحيح. لازم نوقف معاها صح، وهذا زي ما الصالون وقف معها ووصلت إلى هذه المرحلة، الآن بدأت مرحلة لنا إحنا كمان. صحيح. يعني صعب إنه الدكتور محمد سعد طول النهار هو اللي بيدعمها والأستاذ مصطفى وإحنا نوقف نتفرج، فلازم نشوف طريقة كيف ندعمها ونوقف معها صح. أبدا، الإدارة عند الأستاذ مصطفى وإحنا يعني على. ترى ما لا تقول لي أستاذ مصطفى، معليش يا بحار أفندي اسمعني. ترى أستاذ مصطفى ما راح يقول لنا. لا ما عليك، أنا عندي مفاتيحه، ما عليك. أنا حاولت. حبيبي الأستاذ مصطفى دائما يشرفني لما أكون متواجد في القاهرة ونلتقي ونعمل أمسيات جميلة، وإن شاء الله لهلا يعني. إن شاء الله. أنا شاكر لكم تاني مرة، شاكر لكم إصلافتك في المجموعة. حبيبي يا دكتور. السلام عليك. يا دكتور طارق، شكرا يا دكتور طارق، كلام الجميل والشعور الحلو والإخوة. والله وأنت أخ عزيز وفاضل، وجميع الإخوة الأعزاء الفضلاء اللي أنا تعرفت بيهم، وعلى رأسهم طبعا سيادتك والأستاذ بحار وكل الإخوة الأفاضل.
نتمنى يا رب دايما يا رب تدوم بينا الود والمودة والأخوة إن شاء الله. يا رب يا رب، هات يا بسمله هات، نبغى ننطرب، الموجودين حابين